السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله ربي تكونوا بألف خير وصحة وسلامة. اليوم حبيت أقدم لكم أقراص البسكت بالكاكاو، جدا سهلة ومحشية ومغطسة بالشوكولاتة والجوز، هواية سهلة أتمنى تجربوها. فخلينا نشوف المقادير طريقة العمل. بالبداية أحتاج للزبدة، هنا عندنا هذه الزبدة المملحة دائما استخدمها للحلويات، كيري جولد. راح احتاج فقط نص كوب، هي بها اصبعين، كل اصبع نص كوب يعادل. احتاج كوب من السكر، حبة من البيض، وأيضا راح أخذ ملعقة طعام من السمنة أو الدهن الحر، يعطيها في الطعم طيب، وملعقة طعام من الزيت. راح أذوبهم شوية على النار، وهنا عندي ظرف من الفانيلا أخليه مباشرة على البيض. بالنسبة للسكر شوي راح أطحنه، طبعا كوب من السكر العادي أو الحبيبات راح يصير أكثر من كوب إذا باودر، فإحنا نحتاج بس سكر باودر مطحون كوب واحد. طبعا يبقى من عنده، راح أخلي الزبدة شوية ذوبتها بس، وهاي البيضة والفانيلا، ونبدي نخلط لحد ما يصير الخليط لونه شوية فاتح. هنا راح أضيف الطحين، أخذ بالبداية كوب، وإذا تحتاج الخلطة راح ناخذ بعد فد تقريبا، يعني تقريبا نص كوب نضيف إذا كانت وياكم الخلطة شوية سائلة. وهنا راح أخذ تقريبا 4 ملاعق من الكاكاو الباودر، وأيضا نحتاج ملعقة طعام من البيكنج باودر. خلط مستمر، إذا شفتوا العجينة شوية رخوة يعني تصير شلون الكريمة، فنزيد عليها شوية طحين تدريجيا. هنا بالبداية خليت 3 ملاعق، وبعد ذلك راح أضيف أيضا شوية طحين لحد ما تشوفوها متماسكة وتنزل من القمع أو الشكل اللي راح نسوي بيه البيتي فور. إضافة الطحين دائما تدريجيا حتى ما تكون لا قاسية كثير ولا لينة. هنا المجموع الكلي تقريبا 5 ملاعق طعام من الطحين ضفت بالإضافة إلى الكوب. هنا اختاريت هذا القمع النجمة، وبكيس التزيين راح نبدي ننزل العجين. هالأثناء شغلت الفرن على درجة حرارة وسط، وأخذت هذه صينية الفرن وهذه حصيرة السيليكون أو ورق الزبدة، ونبدي نشكلها على شكل وردة. وتقدرون أيضا بنفس الوقت تسووها على شكل طوبات صغيرة وهي تنفرش وتصير شلون الشكر لبن، وبعدين نقدر نحشيها بالشوكولاتة. هاي جهزت أول صينية، راح أدخلها بالفرن على الرف الأول فقط من الأسفل، طبعا بالحرارة شوية راح تكبر حجمها الكوكيز أو البسكت الهش. هاي الصينية الثانية فقط من كوب و5 ملاعق طعام من الطحين
تصير عندنا هذه الكمية مع باقي المواد الزبدة والبيض. فهاي أول ما نطلعها من الفرن تكون طرية بالبداية، بعدين تبدي تتماسك، هذا يكون استواها. هنا غلفتها حتى تكون تبقى يعني محافظة على طراوتها. وهنا عندنا تقريبا كوب من الشوكولاتة الحبيبات أو أي شوكولاتة صلبة، خليت عليها ملعقة ونص من الزيت. وهنا أحتاج الجوز للتزيين، أو الجوز الهند المبروش، أو أي زينة للبيتيفور تقدرون تستخدموها. هنا راح أبدي أحشيها، أو تقدرون هي بس قطعة واحدة لحالها تغطسوها بالشوكولاتة الذايبة. ذوبت الشوكولاتة بالمايكروويف، وبعد ذلك راح أبدي أغطس الطرف مالتها، أو نص الكوكيز بالجوز. أخليها بالصينية شوية تنشف. طعمها هواية طيب، ومثل ما شفتوا هواية سهلة. هاي الكمية اللي جهزت عندنا راح أتركها شوية يعني تجمد وتتماسك، وبعد ذلك نخليها بصحن التقديم. هذا يكون شكلها النهائي، أتمنى تعجبكم. لا تنسون الاشتراك، ويا ريت تدعمون هذا الفيديو باللايك، أكون ممنونة من عندكم. في أمان الله.